هذه برديانكا أكثر البلدات والقرى الأوكرانية في ضواحي كييف تضرراً، وأكثرها دماراً في المباني والقصف من شدة القصف. اليوم صباحاً بدأت فرق البحث عن الجثث والضحايا تحت الأنقاض أعمالها. هم يعملون بدقة شديدة وتدريجياً بحثاً عن جثث الضحايا من جراء هذا القصف العنيف الذي كانت تتعرض له البنايات والبنى التحتية هنا في برديانكا. هذه الآليات تعمل، وفرق أخرى أيضاً تعمل على مدار الساعة. بدأوا اليوم وأعلنوا أنهم سيعملون على مدار الساعة لحين الانتهاء من انتشال جميع الضحايا تحت الأنقاض. الرئيس الأوكراني كان تحدث أن برديانكا ربما تكون أكثر البلدات من حيث أعداد الضحايا تحت الأنقاض. فرق الصليب الأحمر متواجدة هنا في حال انتشلوا أي جثث من تحت الأنقاض لنقلها إلى الطب الشرعي الأوكراني. لقناتي العربية والحدث، عمار الهندي، برديانكا.